انا بسلمكم باسم الرب والابن والروح القدس. انا اخوتكم روسيا من ابناء النوير بانتيو في حته اسمه لار. ففي حاجات بيحصلوا كلنا نحن حزينين، ما في زول مبسوط في الحاجات اللي بيحصل، والحاجات اللي بيحصل كله في طرف رئيس، ما في زول مبسوط خالص من رئيس الفقير. لا الطفل مولود الليلة ده هو زعلان من سالفكير، لو في بطن أمه هو زعلان، وكان ولده الليلة جات في الدنيا بتاع الجنوب برضه هو زعلان، ما مبسوط من كير. فهي ده أقول لكم يا أهل الجنوبين، الحاجات اللي بيحصل في الجوبة، اللخبة اللي بيحصل في الجوبة كله يا جماعة، أنا دايراكم كلكم أنتوا جنوبين نتوحدوا بكلمة واحدة، نبقوا شعب واحد عشان سالفكير يقدر يمرق من السلطة. لأن سالفكير لو لسه قاعد في السلطة، الجنوب ما رايق بالجنوب وما رايق بالدولة، والجنوب الشعب كله رايموت في البلد كله، إلا هم اللي هو بيقولوا الجروب البسيط بتاع الدينكا الماسكين السلطة هم اللي بيعيشوا، لأن أساسا هم عيالهم برا من الجنوب، والقروش بتاع الجنوب كلهم في يدهم، ما في زول فلسان فيهم، كلهم غنيين، اشتروا بيوت عمارات شركات عايشين، عيالهم برا برضو عندهم بيوت، دفعوا قروشهم بتاع البيوت مورجج بتاعهم ده دفعوا كاش، اشتروا بيوت في دبي في يوغندا في كينيا في كندا في امريكا استراليا anywhere. فحاجة نمشي في فوين، لازم نحنا نتوحدوا كلنا، نحن الجنوبيين نبو واحد، لازم سلفكير را يمرق، لأن السلام هو ما دايره من يوم الضربة نوير في 2013 يوم 15 هو ما دار سلام، فعلا جاب كمية كتير من الناس وقتلوا الناس. يعني انتوا عارفين النوير الكتلون في جوبا كم؟ 8000 آلاف النوير كتلون في جوبا، وكتلون في ملكال الشلوغ والنوير ماتوا في ملكال، تعال في بانتيو وفي بور، يعني على النيل ده كله انتهت، ما في حاجة في على النيل، الشعب بتاع على النيل كله ماتوا، ما في الشعب بتاع على النيل زول بيقول الليلة دي أنا عندي زول لسه واقف، على النيل كله انتهت، وجت دمرت الشلوغ ودمرت النوير ورجع تاني جت دمرت القبيلة بيقولوا زاندي، وكان بدأ الأول ببلندا وفراتيك 2010 وجبد بهم تاني حاليا، وحسي رجع تاني رجعت لنسكتوريا كله في جوبا، يعني هو ماشى وان باي وان، يعني هو ماشى واحد واحد قبيلة لقبيلة. فعلا الموضوع ده زي ما بيقولوا لو بصل الشوال ده خدتينه كده بتاع البصل، البصل واحد لو عفن عفن البصل كله. فعلا الكلام ده نحن بنقوله الدينكا، نحن عارفين فعلا في الدينكا بسيط بسيط، يعني الربع بتاع الدينكا ما قبلانين في الموضوع اللي بيحصل في جنوب السودان، يعني الربع بتاع الدينكا ولا نص الدينكا، ربع بتاع الدينكا ياهو ما دايرين الكلام اللي بيحصل في جنوب السودان. الناس اللي بيقولوا يا جماعة ليه بيقتلوا الناس بلا سبب، ليه بيدمروا البلد بطريقة زي ده، ليس الفقير يقعد في السلطة ويدمر في الناس وما دار يمرق من السلطة، ده يا حد دينكا الواقفين مع القبائل اللي بيقتلوهم، لكن نص الدينكا مدير بتاع الدينكا متفقين مع كير في كتل مين، في كتل قبيلة نوير، لأن الحوجة ده كله اللي بيجيب مشاكل في جنوب السودان بس قبيلة واحد وهو قبيلة نوير، لأن قبيلة نوير في ناس من دينك عديل كده دي ما دارين القبيلة ده راي يكون في جنوب السودان، دارين القبيلة بتاع النوير ده يطلع برا من أرض الجنوب يكون زي القبيلة اللي كان في حتة بيقولوا عليه بروندي ولا رواندا، لأن في رواندا في قبيلة عديل شالوا برا من الدولة قاعدين في بوش بين الكونغو وسموير عايشين بس في البوش، قاعدين هناك مساكين لا في قراية لا في حياة لا في ده، بس قاعدين بس القش والأشجار بس كده.
هم قاعدين هناك ما في تعليم ما في كده. فده حاجة القبيلة الدينكا النص الدينكا المتفقين في الموضوع بتاع النوير أساس ما دارين النوير، لكن ربع بتاع الدينكا عايز نوير، لكن نص الدينكا ما دارين قبيلة نوير، دارين يتهم النوير. والقبيلة اللي بيجي بيقول الليلة دي اللي يعمل النوير كده دي، القبيلة دي برضو راي يوروا كلام ده أساس لا أنت تجيفي مع النوير. والاتفاقية بتاع الجماعة الحسن في الجروب اللي هو الجروب دينكل في جوبا، جروب دينكل في جوبا عايزين كل القبائل بتاع جنوب السودان أساس كلهم يتفقوا أساس ننتهوا في قبيلة نوير. لكن لما جاء شافوا الموضوع دي ما فيه حل، فما موضوع يعني يمشي كده، فنحن ما ممكن نكون مشجعين الموت. القبائل دي لما مرقوا وجروا مع الدكتور يكمشار خلاص يا حجابة البلوى كلها، بدل القبائل دي جروا مع يكمشار خاصة الناس أكاتوريا، أكاتوريا ككل وناس فراتيت وبلندا وشلوك. فهنا سلفكير قالت خلاص نحن ذاتنا القبائل الجروا مع النوير ديل مع يكمشار ديل لازم ننتحوا منهم. فهم مش بيقولوا ما دارين ريك مشار، الكلام ده ما في ريك مشار، الكلام في القبيلة. هم ما عايزين القبيلة بالذات قبيلة نوير، لأن نوير لما الناس مشوا تحاربوا في 1983 لما الناس مشوا الخلا، فهم مشوا أساس المشكلة بس عشان يحلوا مشكلة الجنوب. لكن القبائل القبيلة الحاسة بدوق الناس ده هو كان بيشيل النوير أساس بيمشي بيساعده في ضربة النار أساس يمشي بكرة لما يكون في السلام، وبيجي بيطرد القبيلة ده. هو ما كان بيشيل النوير كأخوان ونحن ده بلدنا، لا تراهم جواهم هناك كان انت ساعدني، لكن بكرة لما السلام يجي أنا ما دايراك. ده الحاجة اللي حصل حاليا الورا للنوير كده، ده الحاجة الورا للنوير. وسلفكير ما الليدر بتاعه الجروب بتاع الدينكل الحسي حاليا في الجوبة، الجروب بتاع الدينكل في الجوبة معاهم كلهم من أولاد بحر غزال، وفي النصهم من أولاد بور، في النصهم من أولاد بور، من أولاد بور دل ما بيوصلوا 10 ولا 20 ناس معينين، ممكن 3 4 يهم من ضمن مكويلويد وما عارف مين ومين المرعام. في باقيين شغالين تحت ما ظهروا، لكن مكويلويد يهو بقى ظهر توب من بور كله. ما كل يدي هور نفسه أساس أنا ياها من بور أنا بوريكم، لكن في الناس أندر دراون تحت مع شغل ده بيساعدوا منو بيساعدوا ما كل وير أساس ننتهوا في النوير. ما بور كله زي ما حس دي خلاص ما دارين مرد دكتور قرن ده ما بيور، لأن هي قالت الحقيقة نوير قتلوا ما في انقلاب، دارين يضيعوا المرأة دي ورا راجله، ودارين يضيعوا ولد قرن عشان ما يكون في شنو في بيت بتاع قرن، دارين يقفلوا الصندوق ده ما يتفتح تاني، اسم قرن راي يضيع. فعشان كده هم وقفوا دارين ينتهوا في مرأة ده مع ولده. فكلكم انتوا القبائل الوافين مع الدكتور مشار، انا عايزاكم تبقوا لسه في محلكم، ما في حاجة غير اطلاقا، ما في حاجة غير وما راي يتغير. ربنا ده معانا، لان المظلوم ربنا دايما بيجيف معاهم. فانا دايراكم كلكم انتوا قبائل بتاع جنوب السودان الواقفين مع دكتور ريك مشار، خلوكم سوا، خلوكم سوا، خلوكم سوا. سلفكير دي راي يمرق من السلطه، مش يشكل الحكومه. النهارده الحاجه اللي حصل يوم الجمعه ده اساسا دي شنو؟ ده التخطيط، ده حاجه مخطط عساس نحن نمشي في ميتين ونمشي نقتل الحراس بتاع الريق، ولما يفضل الريق براو ولعنا ما عنده الجيش هنا دي خلاص نقدر نقتل الريق في المحل ده. ويقولوا الريق جا قتله، ما بنعرفوا زور الكتل اللي عنا الجيش هم ضربوا بعضهم برضه. ده ما يحل كان الفون، ده ما يحل كان المشكلة. المشكلة عساسا كان هم دايرين الريق اليوم ديكي في المكتب عساس يقتلوا الريق، لكن الريق ده رجل لك الريق عندنا مين بروتانوي الريق ده برضو في الدينكا فيه وفي الشلوك فيه وفي كلنا نحن القبائل بتاع جنوب السودان ليش شمال السودان. الريق ده فيه مين يعني؟ الريق ده حاجة
بتاع ربنا كده، يعني حاجة بنقوله ريقوط، يعني حاجة بتاع ربنا. كان بيشيلوا برضه بيقولوا ريقوط، لكن أنا ما بعرف بروتان دينكا فيو مينينج برضه. الريق ده ريقوط، ما في زول بيقتلوا بيده. الريق ده بيموت يوم الرب الخلقه، يوم رب الجاب ريق في الدنيا كله قال الليلة ده الريق ده يومه هو بيمشي. لكن زول قال بيقتل الريق كده بيده، مستحيل مستحيل. كان احنا النوير بنجيفه مع ولادنا، لان ده ولادنا نحن النوير. الريق ده مستحيل، زول اللي بيقرص الريق ده بيقرصنا كلنا ليه عيالنا. ده حاجة أنا بقوله لك يا مكويلوير ويا سلفاكير يا مالونغوان، ده حاجة أنا بقوله لك. وأنتوا الليدر بتاعكم اللي كان زمان في الحكومة من زمن نيميري، أنتوا عملتوا شنو؟ زي أنت بونا مالوان، زي أنت ألدو أجو الدين، زي أنت غيرك وغيرك وغيرك وغيرك، أنتوا عملتوا شنو؟ أنتوا مشيتوا جريتوا مشيتوا بريطانيا، ما مشيتوا حاربتوا. وانت يا ابونا مالوال كل يوم تركب طياره حته لحته عشان تمشي تقول لاولاد دينكا لازم نحن نبو كده النور ده راي يطردون من البلد، النور ده راي يطردون من البلد. الكلام ده ما راي يجي يا ابونا مالوال، ما راي يجي. لان انا شايفاك قالوا انت يا ها شنو؟ انت يا ها زول اللي بيكلم مع سلفاكير، مستحيل الكلام ده راي يحصل وما راي يحصل يا ابونا مالوال. وشوف يا مالون اول جيش بتاعك ده، جيش بتاعك ده امشي لنا اولاد بحر غزال كله جيبهم للنوير. لكن رب الخلق نوير، ربنا الخلق نوير، راي ينتهي في الجيش بتاعك ده كله، ما في واحد راي يفضل كده، يفضل انت براك انت وكير مع الجيش بتاعكم الخاص. الجيش اللي بيقولوه قلوان، والجيش اللي بيقولوه ماتيانغانيور، والجيش اللي بيقولوه تايجر، الجيش بتاعكم ده لمو للنوير. وامشوا لجدكم موسى سبني الحسي، انت جبتوا جيش بتاعه تاني في جوجوبا، وانت بتقولوا الجيش ده جاي يجي يشيل ناسه. الجيش ده الناس كله عارفينه، ما جاي يجي يشيل ناسه. الشعب حسي ما ماشيين بس مع المواطنين، مع سواقين وماشيين. السلاح كله خطيته، لان احنا كلنا شفنا السلاح اللي جابوه في جوبا، السلاح ده كله في جوبا اساس. انتوا منتظرين نوير الفي يو ان في جوبا، الفي يو ان في بور، الفي يو ان في بنتيو. ده الناس كان ثلاثة يو ان ديل، الا يو ان في طربام في حدود بتاع ايثيوبيا، انتوا ما بتقدر تحبشوه، لان هناك بقى في بولر بتاع حبش. لان لو حبشتهم بكيمو الاوبن بتاعكم اللي جابوا الدكتور تلار في راشيا، ده يوم اللي انت ذاتك وراه بتاعكم بارغازان ده رايق بتراب. لان راح تشوف البلاد كله رايقوا في راسكم، لان كيمو الاوبن اللي قاعد تجيبه ده لنوير جبتي 2013 ودار تجيبي الثاني. لان نحن عارفين اي شيء، ما تفكر نحن هنا بلد نحن قاعدين في نوس امريكا، لا، لان نحن عارفين دكتور تيلار جاب الكيميكال اوبن عشان يسمموه نوير، يخطوه في الهواء في الحته اللي فوق نوير عشان نوير يموتوا. لكن رب الخلق نوير، نوير حيين، نوير ما بتكملوا. لو فضلنا نحن 10 لسه نحن قاعدين جواكم، لان التفرقه جت ظهرت فيكم، لان انتم ما دارين نوير. شلتوا اراضي بتاع النوير، اديتوا للدينكا باريان، خاصة حتة اسمه الليك في بنتيو اديتوا لباريان. في ما يوم اديتوا للناس ابيمنو ملكال يا ماكال بروتانا بتاع الشلوك يا كال كالتول، يعني ده حوش بتاع الشلوك، يعني ده عرض بتاع الشلوك من جدود شلوك. انت اديتي للناس منو؟ للناس بالياد وناس كورفلوس وناس منو دينكا ديل كلهم جيتي خطيتين في الملكان، وشلت سياد الملكان جدحتين برا، زي ما انت شلت النوير في عال النيل في بنتي وجدحتين برا. انا عندي سؤال فيكم انتوا يا دينكا ديل، خاصة انتوا دينكا ملكان، انتوا عايشين في ملكان ده من زمن زمان، من زمن زمان، من الله خلق حاجة اسمه جنوبي في ارض الجنوب، انتوا قاعدين سوا مع النوير مع 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 الشلوك، بتاكلوا سوا، بتعرسوا سوا، وحياتكم سوا. الليلة دي يجي سلفاكير زول واحد يجي يلخبطكم، يجي يقولوا تعالوا شيلوا البلد ده وطلعوا سيادهم. انا داير منكم انتوا يا اولاد باليات واولاد كورفلوس واولاد ادم دينكا بتاع على النيل كله ما عدا الرن، انا دايراكم انتوا تقولوا يا سلفاكير الارض ده حق شلوك، ونحن عايشين من زمان سوا، نحن نقعدوا سوا، ما في ارض زول بيشيلوا، لان نحن منا بسنين وكتير، لان نحن كنا دايرين شنو؟ دايرين ارضنا
من الشمال. وانتوا يا اولاد على بنتي وهو غرب النوير اولاد باريان واولاد بيمنهم نحن قاعدين سوا من زمان بنعرسوا سوا بناكلوا سوا بنشربوا سوا بنتي وده كلنا نحن كل سوا من قمنا ولدونا كده دي في دينكاوي بتاع باريان في دينكاوي بتاع بيمنهم نحن كان ما في قالوا ده فلان وده كده وده كده القبليه دي لا انتوا تقبلوا القبليه دي وانتوا يا هدف نص نوير زي ده انتوا مفروض اولاد باريان وناس ابيمنهم الكلام ده ما يكون صح فيكم مفروض انتوا يا تقولوا لسلفكير سلفكير هاي الكلام اللي بتعملوه ده ما صح نعم انت الرئيس بتاعنا لكن ما ممكن الليله تشيل ارض زول تاني تمشي خط في زول تاني ده يا هي مشكله من 2000 من 1990 من 1950 من سنين كم 50 سنه الناس بيشاغلوا مع الشمال قال الشمال مع الجنوب بيتفصل عشان احنا دارين ارضنا فالنهارده نحن ربنا ادانا ارضنا تيجي تقولوا كمان انتوا في قبائل كده ما بدهم اراضيهم كده ما بتجي انت كمان بتطيري تاني فراتيد معاكي في البحر غزال يا هو زي الناس بلندا زي الفراتيد كله نحن بننادون فراتيد كلهم انت لا تشيل الفراتيد ديل في منطقتهم ده توديهم وين والناس ديل دي محلاتهم من زمن قاموا انتوا قاعدين سوا قاعدين في محل ده يتربوا ويتولدوا وده محلهم فيا سلفكير الكلام ده عيب فوقك انا شايفاه ما عندك اي اداره انت بدل ما قدرت تعمل اداره في الدوله اكيد في بيتك ما عندك اداره في بيتك مع النسوان ما عندك اداره مع عيالك ما عندك اداره لان الانسان اللي عنده اداره في بيته ده الانسان بيجي بيعمل اداره في الدوله لأن لما أنت تعمل إدارة لعيالك عيالك بيكونوا قاعدين كويسين وبيسمع كلامك ونسوانك قاعدين بيسمعوا كلامك يعني أنت ما عندك أبيوس للناس معناه أنت تجي الرئيس معناه أنت ذاتك من جوا بيتك من جوا بيتك ما عندك إدارة يا سلفكير فعشان كده إدارة بتاعك في بيتك فاشل عشان كده أنت طلعت مشيت بقيت الرئيس ونفس الإدارة قاعد تعمليه في بيتك يا قاعد تعمليه وين؟ يا قاعد تعمليه في الدولة وكده ما صح يا سلفكير سلفكير ده اقول لك ده مسج بتاعي سلفكير فول مالوم ومكويلويت وانت يا ابونا ملوال اكيد انت راح تشوف الصوره بتاعي لان انا زمان انا كنت صغيره انا كنت شغاله في التنسيق تايبيس لما اكون في اجازات بتاع المدارس انا باجي بشتغل معاكم فانتوا الكلام اللي بتعملوه ده عيب فيكم ده عيب شديد القروش اللي اخذته في الجنوب كله ده يا جماعه القروش بتاع كم سنه ده من قبل ما الشمال والجنوب يتقسم من 2005 القروش ديل ما شبعوكم انتوا لسه ما شبعتوا اكيد انتوا شبعتوا شبعتوا لعيال عيالكم انتوا عمرتوا نفوسكم فعليكم الله كدامش بيوتكم خلوا الحكم للناس تانين وانت يا سلفكير الحكم الحس جيتي عملتي في يومين ديل طردت ريك مشار عشان تجيب تعبان دين برضو ده ما يا الحلل ده ما يا الحلل يعني انت بتمشي بمزاجك انت ما بتمشي بمزاج الناس ما الشعب ده عنده راي زي ما عنده راي فوقك انت الشعب عنده راي فوقك اساس انت خلاص امرك ما احنا ما دايرينك لان لما جابوك يومتها تقبل رئيس للجنوب جابوك كده بس حمشه بس حمشه بس يا جماعه نحن ماشيين خلاص خلي الزول ده يمشي معانا لحد ما يكون في الاكشن لما يكون في انتخابات الشعب يجي بيشوف زول من هم دايرينه ده هو كان احنا منتظرينه فانت حس دي زمن الحمشة ده زمن الحمشة حقك انت خدتوك فوق ده الزمن ده انتحت فما ممكن الليلة ده نائب بتاعك موجود تطرديه وبكرة تمشي تجيب الزول طردت ريك مشار يوم ده 2013 جبت منه جبت وانيقة وانيقة قاعد بس صورة في السلطة السلطة كله عندك بس تمشي يمين وتمشي شمال لحد ما شنو انت ما دار سلام النهارده انت كذبت للعالم كله انا دار السلام وخلي الرجيج جوا وخلي الرجيج بس بجيش بسيط رجيج بكم ب 130 عسكري بس ما عنده اكتر من كده يعني من حراس للعساكر كله 130 قاعد في محله قاعد فوقه انت يا هل عملت مشكله عشان تنتهي في الرياض عشان انت عارف عنده 130 جيش والجيش بتاعك اللي كان جه حجم الريق بفوق وتحت عندك 5000 جندي
جاب الدبابات جاب الطيارة بفوق عشان ينتهوا في الرياض مع النوير الفي يونميس. فده كان خطة بتاعه. في زول بيعمل انقلاب وعنده بس 10 أنفار، كلام ده ما بيجي. الزول اللي عنده 10 والزول اللي عنده 1 معناه الزول بتاع 1 بيطلع برا، معناه الزول بتاع 10 يحدق الزول، معناه انت اللي عندك 5000 انت حتى ربط الريك، لان الريك شال نفسه لان الجيش بتاعه بسيط. فده كان انت خدته في بالك اساس الريك، وده انتوا كلكم دينك الجروب، جروب بتاع دينك في الجوبة، جروب بتاع دينك في الجوبة، ده كان التخطيط بتاعكم اساس خليجي كده بالجيش البسيط ده ونجي ندمر الريك. وبرضو مين الفوقه اللي بيقول انتوا ناديتوا؟ قال في النورويو، لان النوير في الجوبة ده اللي انتوا سميتوه النورويو، يعني ناس اشتريتوه بالقروش. والنوير اللي اشتريتوه بالقروش ده كان احنا النوير الاصليين احنا ما فاضيين بهم، لان احنا ما فاضيين بالقرش. هم جروا قعدوا 4 سنة ما عندهم قروش، لكن بياكلوا بيشربوا، ربنا معاهم. فانت يا سيد الفكير الحكومة اللي شكلتي حسي حاليا جبت تعبان دين، نحن عارفين انه اساسا ده ما حكم، عندك حاجة انت بتعمليهم. وانت يا اخوي تعبان دين ما تتغفلي، لو انت حاجة دي انت قاصد من جوا قلبك اساس انت تشيل من ريك مشاعر من قلبك، ده الله وبينك، انا ما بقدر نقول لك حاجة. وكان انت شالوك بالجبر جبروك عديلة قود في الحتة ده، برضو انا بقول لك بس خد بالك لنفسك مع الناس اللي خليتي جنبك ديل، ده الحاجة اللي وصيتي لك، لان الناس اللي انت معهم ديل يا تعبان ده ما ناس، ده ما ناس، ده حاجة انا بقوله لك يا ود عمي تعبان. اسمع كلام ده كويس، قال اللي ببكيك ولا اللي بضحكك، انت بتعرف عربي كويس، ما انت ما زول بليد، انت بتفهم انجليزي تمام وانت بتفهم عربي تمام، ها انت ما زي كير اللي انت ماشي دارتك بالنايب بتاعه ده، لان كير ده زول بتاع الواقع عديل، زول جاي من البلد بس نفض التراب تحت البقر في صلبه وجا قعدت في المحل كويس. فده الحاجه انا بقوله لك، لان ان احنا زعلانين احنا الشعب بتاع الجنوب، لان انتوا غشيتوا الناس اساس تعالوا قسموا البلد عشان تبقوا تقعدوا في البلد، لكن البلد وينه؟ انت شلتوا الناس مشيتوا قعدتهم في الرواكيب وقاموا من الرواكيب رجعوا في الشمال. اخر زمن كانوا في الشمال ما في زول كان قاعد في الراكوبه، زمن انتوا في الحرب 27 سنه ما في جنوبي قاعد في الراكوبه، اي زول عمل لها بيت زيه زي السودان الشمالي. ونحن كنا قاعدين نحن الشعب بتاع السودان ككل ما في اي مشكله فوقنا، لكن انت جيتوا شلتوا الناس وديتوهم عشان تمشوا تقتلوهم وتبهدلوهم، الحبل ده لسه في رقبتكم انتوا. فدار اقول لكم حاجه، ريق مشار ده ربنا معاه، رب الخلق ريق مشار بيقعد مع ريق مشار ليل ونهار. ريق مشار لو قاعد في جوا قش ما في بدبيب بيجي بجنبه كده، ما في اقرب بيجي بجنب ريق مشار، ما في اي حشره بيجي بجنب ريق مشار، بعوضه كده دي ما في جنب ريق مشار، ربنا بيحميه مع الناس البسيطه اللي هو فوقه ده. لا تشوفوا ريق مشار يوم، لا تشوفوا 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 ريق مشار تاني، تشوفوا تزيدت بعيونكم العجب والما عجب ده اللي هو بيشوف ريق مشار. ده حاجه انا بقوله لكم، ده حاجه انا بقوله لكم. ويا سيد فكير ده كل اللخبطة قاعد تعملين بس عشان انت ما دار انتخابات. يا سيد فكير انا شايفاك مشيكي كده، دي قاعد تمشي زي جنى كده مولود بقى، يعني جنى لما دار يرفع قراءه بيمسكوه في يده كده دي عشان ما يقع، دي المشيك حس ده. ولما دار تقعد في الكرسي دار لك 20 دقيقة عشان تقعد تمسك بيد الكرسي، لما توصل كده الا ترمي نفسك وين؟ في الكرسي. انت عارف ده شنو؟ ده الارواح الناس، ده الارواح الناس يا سيد فكير مقرصنك. ولسه يا سيد فكير، لسه يا سيد فكير القرص ده راي يقرصك، راي يقرصك، راي يقرصك، يقرص جناك، يقرص جناك، ويقرص مرتك، ويقرص خالتك، ويقرص خالك، ويقرص عمك، ويقرص اسره بتاعك كله، في سايد امك وفي سايد ابوك، القرص ده بيقرصك تمام، بيقرصك تمام. لسه الوجع ما عرفتيه. سالفكير انت بتموتي بوجع، ما بتموتي كده زول ها، لا انت بتموتي يوم اللي انت بتموتي ده صوتك ده انت بتموت، ارواح الناس بيطلع من صوتك، ارواح الناس من اس بي ال اي
من اس بي ال اي ارواح الناس ده بيطلع من صوتك كده. صوتك ده لما روحك ده يطلع روحك ده بيطلع بس اصوات الناس. صوت الناس بيبدا من ناس اس بي ال اي. يلا نوير الكتلتين في جوبا، يلا نزاندي الكتلتين في بلد زاندي، يلا الفراتي، يلا ناس اكواتوريا الحاسي جيتي الكتلتين في اكواتوريا، يلا الشلوك. كل الناس ديل في أرض شفت لا يطلع في صوتك كده. لا تموت بوجع وجع وجع يا سلفكير، وجع وجع وجع. فمفروض ما يدفنوك يا سلفكير، مفروض يدونا ليهم، يدوك كده يدونا يدوك للناس، للناس الجنوبين اللي انت قتلت سيادهم، يدوك كده يخطوك كده في الترابيزه. اي زول يجي بس يجي يشيل حقه بالسكين، يشيل الوجع دي بالسكين عشان قلبه يرتاح. يا سلفكير يا سلفكير انت ملعون ملعون من يوم ربنا خلقك، وانت ما عندك اي احترام لك كرئيس بتاعنا، ما عندك اي احترام. انا بالذات انا من بنات لاردة، انا ما عندي احترام لك يا سلفكير. بكرهك بكرهك يا سلفكير، وبكرهك ليه يا ليالك. انا كان اي كان انا حي في الدنيا دي يا سلفكير، لو انا حي في الدنيا دي لو شفت جناك قالوا ده جنا سلفكير يا سلفكير، والله جناك ده انا ما اعرف اعمله ليه شنو. انا ما اعرف نعمل شنو للجناك ده. الوجع ده انا بمسك جناك الا اخدته في بيدي ده بخدته في جناك يا سلفكير. الوجع ده ده الحاجه انا بقوله لك. وانت يا جنوبين كلكم ده الكلام انا بقوله ليكم، خلوكم واحد. وانتوا الدنكا المعنوير خلوكم سوا، خلوا سلفكير مع جروب بتاع الدنكا بتاعه اللي هو بيخربوا البلد، لان احنا عارفين الموضوع ده ده الدنكا معين. لكن برضه عندنا في نورث امريكا في الدنكا برضه معيدين سلفكير، عندنا في فانكوفر اللي احنا فوقه ده، كان في امريكا كان في استراليا، لكن احنا ما فاضيين بالدنكا ديل. انتوا الدنكا القبائل اللي بيقولوا الحق، انتوا الدنكا اللي جروا في الخلا مع ريك مشار، انتوا الدنكا اللي شافوا المر مع النوير مع القبائل التانيين. خلوكم سوا خلوكم سوا يا الدنكا مع النوير، خلوكم سوا، خلوكم مع القبائل بتاع الكوتوريا، وخلوكم مع الشلو، وخلوكم مع الناس فراتيت. الا الدنكا الخراب البلد خلوهم براهم، خلوهم براهم مع ابوهم مسيسبني، لان يوم ربنا بيقول انا خلاص يا سلفكير ده وجد حقي. سلفكير مع ناس وديل ونوير ويهو نوير اللي اشتراهم بالقروش حدهم سلفكير راي يمشوا. لو حصلوا يوغندا ده كده كويس، لكن ربنا ما راي يحصلهم في يوغندا، راي يقطعهم في النص هناك. وده حاجة انا بقوله لكم، وشكرا جزيلا، واقبوا سوا اقبوا سوا مع ريك مشار، لان ريك مشار جايبة حاجة سمح للبلد. البلد ده ريكبة زي كندا، وده ريكبة زي امريكا، ده ريكبة زي شمال السودان العمر، ناس كله بيجروا. اي زول يلقى قرشه، كان نحن عمرنا بلدنا زي كندا زي امريكا زي استراليا، نحن دارين شنو؟ ما الخواجات ده زادوا، نحن شغالين في بيوتهم، نحن خدادين فوقهم ديل، ما كلهم بيرجعوا لنا زي ما حسي دايرين بلدنا بالدموع. يا الشعب الواقف مع ريك مشار، خلوكم سوا انتوا شعب الجنوب، الا سلفكير مع جروب بتاعه ده خلوه يقبوا سوا براهم. فده حاجه انا بقوله لكم.